عاشت عروس البحر الأحمر قبل ما يقارب 70 عاما أزمة خانقة، فسكانها عطشا لا يجدون للماء سبيلا. فبعد أن نضبت مياه العين الوزيرية وتوقفت آلة تقطير المياه المالحة والتي عرفت آنذاك بالكنداسة، كانت الأزمة مضنية. فقيض الله لها المغفور له الملك عبد العزيز، فأمر بجلب المياه للمدينة الساحلية من وادي فاطمة لتروي ظمأ ساكنيها وزوارها. بالنسبة للوقف، تأسس عام 1367 على يد المغفور له الملك عبد العزيز، وكان أول ناظر له ملك فيصل في ذاك الوقت. وكان الهدف من تأسيس الوقف هو جلب المياه من الأودية وبالذات من وادي فاطمة لمدينة جدة لخدمة أهالي مدينة جدة. في ذاك الوقت ما كان في مياه، كانت جدة يعني المياه فيها شحيحة جدا. كان في قبلها عين وزيرية، لكن كانت عين الوزيرية تغذي مدينة جدة في حال هطول أمطار، وكانت يعني مياه بسيطة اللي توصل لها. ويظهر متحف وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية التاريخ الخيري الذي أسهم في سقاية العباد وتطوير المدينة وتوسعها ب150 قطعة قديمة وصورة، تروي تأسيس العين العزيزية قبل 73 عاما، والدور الذي قام به الملك عبد العزيز لتوفير المياه بشكل دائم وغير متقطع لسكان جدة وزائريها من الحجاج والمعتمرين. فكرة المتحف بدأت من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس نظارة وقف عين العزيزية، بمباركة منه في إنشاء المتحف وفتح الأبواب للجمهور، للمدارس، للجهات التعليمية، لتوضيح إيش السبب اللي أنشأ فيه الوقف وإيش كان مهام الوقف وإيش المنجزات حقته. يحكي متحف وقف الملك عبد العزيز لعين العزيزية فصلا مهما من تحول مدينة جدة، فلم يكتفي الوقف بإيجاد حل لمشكلة المياه آنذاك، بل ساهم في توسيع وتطوير مدينة جدة. لبرنامج يا هلا، محمد الجعيد، جدة.